اهلا وسهلا بحضراتكم في ليله الاحتفال بالدوري. الدوري للاهلي والفرحه الجمهور العظيم. يا اهلي ما اروعك ما اجملك. بطوله جديده تضاف لدولاب البطولات الذهبي في الجزيره. بطوله الدوري رقم 43 في تاريخ القلعه الحمراء. سطر جديد من الحكايه بيتكتب باحرف من ذهب. لجيل من ذهب. من بداية المشوار سنة 48 وأجيال بتسلم أجيال وبتتحقق الإنجازات والألقاب والبطولات وبيتصنع التاريخ وبتتزود الشعبية والجمهور. لكن الجيل الحالي بيحجز مكان مميز في سجل الأجيال المتعاقبة في الأهلي. 5 ألقاب في وش الحسود وفي وش العدو. 5 ألقاب في موسم واحد لحد دلوقتي ولسه. 148 بطولة لنادي عظيم. صعب تلاقي زيه في أي مكان في العالم. 43 دوري ما شاء الله. 37 كاس ربنا يزيد ويبارك. 13 سوبر مصري في عين الحسود. 11 دوري أبطال أفريقيا. يا اللهم صل على النبي. 8 سوبر أفريقي. يا ترى مين هيحصلني؟ ولقب كونفدرالية وأربع ألقاب عربية ولقب بالأفرو أسيوية و16 دوري منطقة القاهرة و7 كأس السلطان حسين وبطولة لكأس الاتحاد المصري وبطولة واحدة للجمهورية المتحدة. تاريخي شرف فعلا. تاريخي شرف ونادي يدعو للفخر. في الأهلي اتعلمنا وتربينا على البطولة والانتصار وعرفنا قيمة الرياضة والأخلاق. تاني، في الأهلي اتعلمنا وتربينا على البطولة والانتصار وعرفنا قيمة الرياضة والأخلاق. وحط تحت الأخلاق 100 خط. مبروك لكل الأهلوية. أحلى هدية بطولة الدوري معشوقة الأهلي. من هنا لازم نفتخر بفريقنا وإدارتنا. أي نجاح وراه توفيق ربنا سبحانه وتعالى في البداية وإدارة قوية. مجلس ما يهموش إلا مصلحة الكيان. قطاعات إدارية عارفة قيمة المؤسسة وأصول النجاح. مبروك لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي بيضيف بطولة جديدة للسجل الكبير الحافل للنادي الأهلي. تصوروا 15 بطولة لمجلس الكابتن محمود الخطيب. 15 بطولة لمجلس الكابتن محمود الخطيب و2 برونزية كأس العالم. كل التحية للمجلس اللي وفر للجهاز الفني واللاعبين كل أجواء الاستقرار والدعم علشان تتحقق كل البطولات دي. مبروك لكولر. كولر المدرب الواعي الذكي اللي بعتبره أنا شخصيا أهم صفقة للأهلي في السنين الأخيرة. لما جه فايلر، جه بعديه موسيماني، جه بعديه كولر. كل مدرب بيحط بصمة في تاريخ النادي الأهلي. كل مدرب بيكون اختيار واعي وذكي من لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي والقائمين على الكورة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كولر مدرب واعي ومركز وعارف قيمة الأهلي وعارف معنى البطولات. مبروك للجهاز الفني كله والجهاز الإداري وكل الأجهزة المختلفة في الكورة، سواء جهاز إداري أو طبي أو عاملين كل منظومة كرة القدم. الكل اشتغل على قلب رجل واحد علشان ترجع بطولة الدوري لبيتها الأصلي في الجزيرة. مبروك لكل نجوم الفريق اللي ما قصروش في حق ناديهم وجمهورهم
وأوفوا بالوعد اللي قطعوه على نفسهم بإعادة الدرع للتتش. بنقول للدرع حمد لله على السلامة. أما جمهور الأهلي فهو دايما كلمة السر. مبروك لأصحاب الفرح والإنجاز. كل مشجع عاشق للفانيلا الحمراء وواثق في فريقه وإدارته ونجومه، مبروك لأعظم جمهور بيشجع أعظم نادي في الكون. جمهور دايما مساند وداعم لفريقه في كل الأوقات. سمعنا الأغنية الجميلة الحلوة اللي ظهرت للنور بعد ما الأهلي كسب بطولة أفريقيا أمام الوداد، وبقى يغنيها كل جمهور النادي الأهلي. صاحب الأغنية وصاحب الصوت الجميل صديقي العزيز الفنان الجميل صاحب الصوت الرائع الأهلاوي الكبير هيثم شاكر. مساء الفل يا هيثم ومنورنا على قناة الأهلي. مساء النور يا أسامة، ومساء النور على كل السادة المشاهدين جمهور أعظم نادي في الكون. مساء الدوري، مساء الدوري وافريقيا، وان شاء الله كاس العالم للانديه، ومساء كل حاجه حلوه، مساء الخماسيه واحنا السنه دي كل مصدر سعاده سببه النادي الاهلي. مساء الخماسيه واحنا في موسم استثنائي، خمس بطولات لحد دلوقتي للنادي الاهلي. في البدايه هيثم قول لي بقى، يعني اغنيه جميله انا الجمهور، اغنيه لقت صدى كبير جدا مع الجمهور الاهلاوي، قول لنا حكايه الاغنيه وظهرت في وقت كان مهم جدا والاهلي بيكسب البطوله ال11 امام الوداد المغربي في بطوله دوري ابطال افريقيا. اولا طبعا انا بمسي عليك وبمسي على كل الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي. الاغنيه بصراحه هي كلام احمد حسن راؤول وتوزيع احمد ولحن احمد زعيم وتوزيع اسامه عبد المنعم. طبعا اشكر طبعا صديقي واخويا النائب محمد الجرحي. هو شريك في صناعة الأغنية دي معايا طبعا. احنا كنا عاملينها بقالنا شوية وكنا مستنيين يبقى في مناسبة سعيدة قوي تحصل علشان يبقى مناسبة كويسة لنزول الأغنية. فحصل التوفيق ان في الموسم ده، يعني زي ما انت قلت من شوية موسم استثنائي للنادي الأهلي، فالحمد لله احنا كنا شفنا ان هو وقت مناسب جدا لنزولها. تمام، شايف الموسم الاستثنائي ازاي ده يا هيثم؟ خاصة الأهلي ما شاء الله امبارح بيحصد البطولة الخامسة، اثنين سوبر مصري، بطولة كأس مصر، بطولة دوري أبطال أفريقيا، والبطولة الخامسة بطولة الدوري الممتاز. شايف الخمس بطولات ازاي؟ ولسه بتنافس على الكأس حقيقة، ولسه عندك السوبر الأفريقي ولسه عندك كأس عالم الأندية، فلسه في بطولات تاني ان شاء الله. واحنا وانت عارف جمهور الاهلي طماع. موسم طبعا ولا اروع، زي ما النادي الاهلي طول عمره عودنا، هو بيخش اي بطوله هو مطالب ان هو يحقق اللقب بتاعها. ودايما النادي الاهلي مصدر سعاده وفخر لكل الاهلاويه، يعني هو لو انت مودك مش حلو الاهلي بيعدلك حقيقه. ده بجد والله، يعني انا لو انا اليوم اللي بيبقى فيه ماتش في للاهلي تاني يوم ده انا ما بعرفش انام، انا ببقى مستني الماتش وميعاد الماتش بفارغ الصبر. طب قول لي يومك بيمشي ازاي، او عايز ارجع لورا لبطوله دوري ابطال افريقيا وبطوله ماتش الوداد خاصه بعد ظهور الاغنيه. كواليس اليوم ده بالنسبه لك، شفت الماتش فين؟ اليوم عدى عليك ازاي؟ انا طقوسي في ماتشات الاهلي، يعني انا زمان كنت يعني كنت بروح اتفرج على الماتشات كلها في الاستاد، ولو في لو الفريق مسافر كنت بسافر معاه وبروح معاه، بس طبعا مؤخرا بقيت بتفرج في البيت. طقوسي ان انا بتفرج لوحدي، يعني اوضه لوحدي وقافل على نفسي، علشان طبعا انت عارف الانفعالات والتاريخ والكلام ده والحاجات دي. دايما بتفرج لوحدي، وكان يوم طبعا الاهلي عايشه لنا كتير بصراحه، يعني الفرحه دي اللي الواحد والفخر اللي الواحد بيحس بيه ده، يعني مش هقول لك متعود عليه، بس الاهلي عايشنا اللحظات دي كتير قوي بصراحه. شايف مستوى الاهلي ازاي السنه دي؟ والله مع جهاز فني على اعلى مستوى طبعا. في البدايه طبعا مجلس الاداره والحاجات اللي بيوفرها لفريق الكوره وعلى مستوى كل الفرق وكل اللعبات في النادي طبعا، مجلس اداره واستقرار وقرارات مجلس الاداره. جهاز فني على اعلى مستوى،
راجل ذكي جدا، عارف ان اللي هيدي في التمرين 90 او 100% هو ده اللي هيبقى موجود. بيدور اللعيبه بشكل فوق الممتاز، طور اداء اللعيبه بشكل كبير جدا جدا جدا. لعيب زي حمدي فتحي قبل ما يمشي كنا بنشوفه في اماكن في الملعب مش متعودين عليه فيها، وبيدي فرص للناس كلها كمان. بالظبط، وبيدور زي ما بقول لك، بيدور اللعيبه وفيهم مهام جديده. ذكي جدا جدا جدا، عارف يتعامل ازاي مع اللعيبه، وفي نفس الوقت انت مش شايف حد زعلان، انت شايف كله مبسوط، اللي قاعد بره زي اللي بيلعب جوه، وما فيش اي مشكله، ما فيش حد حتى اللي بيتبدل هو مش خارج زعلان، بالعكس هو خارج مبسوط لانه شايف قد ايه المدرب مبسوط منه والجمهور مبسوط منه وادى الدور اللي عليه. فالاهلي زي ما دايما بنقول في حته ثانيه، يعني مصدر فخر لاي حد بيشجع النادي الاهلي. اه ما شاء الله، كوير ومتابع كويس قوي يعني. فعلا انت عارفني انا كوير قوي. فرصة بقى وانت معانا على الهواء دلوقتي على قناة الاهلي وبيتابعك ملايين من جماهير النادي الاهلي، عايزين نسمع صوتك لايف بقى اغنية انا الجمهور. قلنا لكم احنا الاهلي بس انتوا ما صدقتوش، جمهور من كل الدنيا، لعيبة بجد وحوش، بتشرف مصر بلدنا مع كل بطولة معادنا، فخر الاهلنا وولادنا ازاي ما نشجعهوش، ورا منك شعب بحاله في ظهرك سندك مهما يكون، دايما كده نسرك عالي واعظم نادي في كل الكون، فارق ومعدي وكل دقيقه في عمرك طاقه نور، انا اسمك روحك ظهرك سندك، ايوه انا الجمهور، احلامنا معاك بنعيشها ومعاك الجاي كتير، كل اللي بيخدم اسمك يتحط مع الاساطير، لفينا الدنيا عشانك، جمهورك هو كيانك، حافظين في القلب مكانك دايما يا اهلي كبير. الله، صوت من الاصوات الجميله الرائعه اللي دايما بنستمتع بيها. ربنا يخليك يا اسامه، انت صديق واخ عزيز، واللي الجمهور ما يعرفوش ده انا غنيت في فرحك. طبعا. كنت اول المدعوين طبعا، وكنت طبعاً موجود وشرفتنا يعني. يا حبيبي الشرف ليا. قول لي بقى، مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه يوم الخميس اللي جاي بعد الاهلي ما حسم بطوله الدوري، هتشوفها فين؟ بص، هو بغض النظر عن ان الاهلي حسم اللقب بطوله قبل خاصه. طبعا انت عارف ان ماتش الاهلي والزمالك ما نقدرش ننكر ان الزمالك طبعا والاهلي او الاهلي والزمالك ماتشاتهم دايما بطوله لوحدها. وطبعا كل الجمهور بيستنى فرقته تكسب، علشان طبعا انت عارف الاجواء اللي بتحصل في الحاجات اللي زي دي. اتمنى طبعا المكسب لفرقتنا ويفرحونا ان شاء الله يعني، وان شاء الله تكون مباراه تليق بالقمه المصريه للاهلي. دي اهم حاجه طبعا يعني، ما تخرجش بره اطار التنافس الرياضي. نتفرج على كوره حلوه يعني، اتفرج على ماتش حلو وروح حلوه بين الفرقتين، لان في النهايه برضو انا يعني عايز اقول للجمهور، اللعيبه دي كلها اصحاب، وبعد الماتش بيخرجوا يتقابلوا ويقعدوا مع بعض ويخرجوا مع بعض، ومفيش اي حاجه يعني، انما في الملعب هو تنافس على مين اللي يكسب. فاتمنى ان هي تبقى مباراه تشرف اسم الكره المصريه، لان مش جمهور مصري بس اللي بيتفرج، الوطن العربي كله بيتفرج على الماتش ده، لان اهم فرقتين في افريقيا يعني. حقيقة. ويظل قيمه الاهلي والزمالك قيمه كبيره في الرياضه المصريه وفي الوطن العربي. عايز اسمعك حاجه بقى كده واحنا على الهوا، اشوفك يا ترى فاكرها معانا ولا لا. سمعونا كده يا شباب. فرحتونا كتير، مهما عملنا قليل، وهوج اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل. فرصة وانت معايا على الهوا دلوقتي، اشكرك قدام الناس كلها انك انت اهديتنا الكلمات الجميله واللحن والاغنيه الحلوه دي اللي احنا عملنا بيها البرنامج رد الجميل في رمضان سنتين
فانا فرصه يعني اشكرك. واحنا شايفين دلوقتي كان معانا على الصوره دلوقتي رموز بقى كل الانديه المصريه والعلاقه الطيبه، كابتن محمود الخطيب، الكابتن حسن شحاته، كل نجوم الاهلي والزمالك واسماعيلي ومقاولين وترسانه ومحله، وانت طبعا كنت صاحب الاهداء الاغنيه الجميله دي يا عيسى. يا حبيبي لا مفيش، ما تشكرنيش على حاجه، ده يعني ده واجبنا كلنا ان احنا يعني انا قلت اشارك معاك بحاجه صغيره في تكريم الاساطير الكبيره اللي كنا واحنا عيال صغيرين بنتفرج عليهم ونستمتع بيهم، يعني ده حقهم علينا. ما تشكرنيش على حاجه، بالعكس ده انا اللي بشكرك ان انت خليتني جزء من التكريم ده. لا حقيقه اول ما قلت لك الفكره وفكره البرنامج على طول تاني يوم كنت يعني عملت العمل العظيم اللي انت عملته لنا واهديته لنا، وكان يعني هديه منك لقناه الاهلي وبرنامج رد الجميل، فانا مره ثانيه بشكرك على قناه الاهلي يا هيثم. دي حاجه تشرفني وما فيش، ما تشكرنيش على حاجه، انا ما عملتش اي حاجه وده حقهم علينا وحق النادي اللي انا بشجعه عليا برضه يعني. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وهنستناك بقى حلقه في قناه الاهلي نتكلم بقى في الرياضه وفي الفن وفي اغانيك الجميله اللي مكسره الدنيا. خليك يا حبيبي، متشكر جدا، متشكر جدا، اشكرك شكرا جميلا. شكرا يعني هيثم شاكر من الاصوات الجميله والرائعه، وزي ما قلت لحضراتكم كان برنامج رد الجميل اللي لقى يعني اعجاب كتير من الجماهير وكان مكسر الدنيا في رمضان، كان هو صاحب اغنيه رد الجميل، فعشان كده كان واجب علينا ان احنا نشكره على الهوا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم بقى اكتر عن بطوله الدوري، الارقام القياسيه، الارقام اللي محطمها كولر ولاعيبي النادي الاهلي والجيل الذهبي اللي يستحق كل التحيه والتقدير، ولكن بعد الفاصل. انا الاهلي، لما بتسال واحد في الشارع بتقوله انت اهلاوي؟ يقول لك اهلاوي طبعا. ما يقولكش اهلاوي بس، لا ده بياكد يقول لك اهلاوي طبعا، علشان بيفتخر بناديه، بتاريخه، ببطولاته، بانجازاته، بماضيه، بحاضره ومستقبله اللي جاي، اللي بيخطط ليه دايما مجلس ادارته. تعالوا مع بعض نرجع لبدايه الحكايه الحلوه، حكايه السنه دي، حكايه الموسم الاستثنائي اللي ابتدت بالمناسبه من السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والقائمين على كره القدم ولجنه التخطيط بداوا يخططوا لموسم جاي. السنه اللي فاتت لما تم إراحة عدد كبير من اللاعبين، وكنا هنا بنطلع ونقول في قناة النادي الأهلي إن إراحة اللاعبين للموسم القادم هي أول صفقات النادي الأهلي، وكنا بنراهن وبنأكد وكنا بنوصل المعلومة الصحيحة لجمهورنا، علشان دايما هنا في قناة النادي الأهلي بنحترم جمهورنا، لما يكون في إخفاق بنقول لهم الطريق اللي جاي ماشي إزاي والتخطيط بيكون إزاي، علشان كده بيكون عندنا مصداقيه، ما بنطلعش نهز راسنا او بنطلع نطبل وخلاص، لا، بنقول دايما اللي فيه الصالح للنادي الاهلي، اللي بيشتغل عليه مجلس ادارتنا. السنه اللي فاتت تم اراحه عدد كبير من اللاعبين اللي تم استهلاكهم على مدار 3 سنين في بطوله افريقيا وفي كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي كان محتكر البطولات الافريقيه. رأت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محمود الخطيب ان واجب ان اللعيبة دي لازم تريح، ونكمل السنة اللي فاتت بالمجموعة اللي ما لعبتش كتير بمجموعة من الناشئين علشان نكمل الموسم. وكان ده أهم صفقة للنادي الأهلي. علشان كده شفنا السنة دي مع ضغط المباريات ما شفناش إصابات كتير للنادي الأهلي زي ما شفنا في المواسم السابقة. شفنا لعيبة فايقة على مدار الموسم. علشان كده هي دي كانت أهم نقطة اتخذها الكابتن محمود الخطيب السنة اللي فاتت، هو إراحة اللاعبين. دخلنا الموسم الجديد عملنا فترة إعداد قوية للاعبين، كان معانا مدرب واعي وذكي بيعرف قيمة وقدر النادي الأهلي كولر. ابتدى الموسم ببطولة مهمة جدا، السوبر المصري، أمام المنافس التقليدي لنادي الأهلي الزمالك، وقدر يفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 مع اداء رائع، وبدا كولر يثبت اقدامه مع النادي الاهلي ويحظى بثقه جماهير النادي الاهلي، ودي كانت اول بطولات النادي الاهلي. البطوله الثانيه كانت بطوله كاس مصر امام بيراميدز، وبيراميدز منافس قوي، اصبح منافس قوي، واحد من اضلاع الكره المصريه. قدر النادي الاهلي
برضو يفوز على بيراميدز ويحقق الثنائية وقتها. حصل في نص المشوار تعثر في بطولة أفريقيا. هنا لما ترجع وتقول عندنا إدارة واعية، أي إدارة في أي مكان مع التعثر مع مباراة سان داونز، أول قرار هتاخده إقالة الجهاز الفني، إيقاف مستحقات اللاعبين، تهدم المعبد علشان هزيمة مباراة. لكن شوف الإدارة الواعية وانت هنا في مفترق طرق في نص المشوار، ازاي تدعم إدارة، ازاي تدعم الجهاز الفني، ازاي تدعم لاعبتك، ازاي يحصل إفاقة واستفاقة سريعة بعدها بعد مباراة القطن الكاميروني ويفوز النادي الأهلي ويستكمل المشوار في بطولة أفريقيا. لكن عندك أهداف أخرى، بطولة السوبر المصري مرة أخرى أمام بيراميدز، ويقدر يحقق النادي الأهلي البطولة الثالثة لهذا الموسم. وتخش بقى على بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونرجع نسترجع الذكريات السنة اللي فاتت ونشوف الظلم اللي تعرض للنادي الأهلي، ولكن يقف جمهور النادي الأهلي خاصة بعد المباراة الأولى هنا في القاهرة أمام الوداد ونفوز 2-1، ويطلع بعض المشككين يشككوا في قدرة فوز النادي الأهلي هناك أو يرجع باللقب. لكن هنا كان موقف جمهور النادي الأهلي الداعم والمساند لفريقه ولإدارته، ويقدر النادي الأهلي يرجع بدوري أبطال أفريقيا البطولة الرابعة. والبطولة الخامسة كانت امبارح. النادي الأهلي ولاعبته كانوا مريحين في البيت، لكن مش مريحين طول السنة، كانوا بيشتغلوا وبيتعبوا وبيخلصوا علشان البطولة تيجي لهم وهم مريحين امبارح في البيت. علشان كده لما نشوف أرقام النادي الأهلي السنة دي أرقام عظيمة، سواء في عدد الأهداف، حتى في الأهداف اللي سكنت مرمى النادي الأهلي، أرقام قياسية هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. كنت حابب ابتدي مع حضراتكم الحكاية الحلوة من بدايتها وابتدت منين. لكن نروح دلوقتي لجرافيك أو أرقام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. لما نشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو بيحقق 4 بطولات دوري مصري، 3 دوري أبطال أفريقيا، 4 سوبر مصري، 2 برونزية كأس عالم، 2 كأس مصر، 2 سوبر أفريقي، يعني بنتكلم في 15 بطولة رسمية زائد 2 برونزية كأس عالم، يعني 17 بطولة، وما زال البطولات لسه على الأبواب. لما تشوف الكابتن محمود الخطيب على مدار 5 سنين، الدورة السابقة وبداية الدورة الحالية، ظهر على قناة النادي الأهلي مرة واحدة. ناس عارفة أهدافها، ناس بتشتغل، ناس مركزة في فرقتها، في صفقاتها، في تدعيماتها، في البنية التحتية، إزاي تطور النادي الأهلي. دلوقتي ما شاء الله بنشوف فرع التجمع، بنشوف إنجازات في كل المستويات في كرة القدم وكمان في ألعاب الصلاة. نادي الأهلي السنة دي محتكر جميع ألعاب الصلاة. علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي للنادي الأهلي. والموسم الاستثنائي للنادي الأهلي أكيد هيكون ليه حفل استثنائي، وبقول لحضراتكم هيكون ليه حفل استثنائي علشان الموسم العظيم والتاريخي ده. لكن إن شاء الله كله هيكون في وقته وهيتم الإعلان في وقته. طب نشوف حكاية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بطولة الدوري. شفنا مع بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو حضر الـ11 بطولة. طب نشوف قصة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع بطولة الدوري الممتاز. النادي الأهلي حقق فيها 43 بطولة. كابتن محمود الخطيب وهو لاعب حقق بطولة الدوري الممتاز 10 مرات وهو لاعب، عضو مجلس إدارة مرة واحدة، نائب رئيس النادي الأهلي 8 مرات، ورئيسا للنادي الأهلي 4 مرات، موسم 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022، 2023. إذا النادي الكابتن محمود الخطيب حقق 23 بطولة دوري مع النادي الأهلي وهو لاعب وهو عضو مجلس إدارة وهو نائب رئيس النادي الأهلي، وأخيرا وهو رئيسا
النادي الأهلي. التاريخ بيكذب؟ لا، التاريخ ما بيكذبش، التاريخ أرقام عمر ما حد يقدر يزيفها. ممكن ناس تزعل منها، ممكن ناس تتضايق منها، ناس تتقمص منها، لكن التاريخ هيفضل تاريخ، هيتقال وهيتثبت، وكل الناس هتقوله وكل الناس هتتداوله. تعالوا بقى نشوف حكاية الأهلي مع الدوري. حكاية الأهلي مع الدوري حكاية حلوة وقصة جميلة، ابتدت من بداية مشوار الدوري سنة 48-49. الأهلي يفوز بالدوري بشكل متتالي على النحو التالي: 9 مواسم متتالية من 49-59 الأهلي حقق فيهم بطولة الدوري الممتاز 9 مواسم متتالية، 8 مواسم متتالية من 2005-2014، وبتشرف إن أنا كنت موجود في هذا الجيل، 7 مواسم متتالية من موسم 94-2000، خسر 5 مواسم متتالية من 2016-2020، 4 مواسم متتالية من 79-82، 3 مواسم متتالية من 75-77، أيضا 3 مواسم متتالية من 85-87. دي المواسم اللي خد فيها النادي الأهلي البطولات بشكل متتالي، علشان لما نقول واحنا في موسم 2023 ان شاء الله النادي الأهلي قادر انه ياخد بطولة الدوري 6 مواسم متتالية ان شاء الله، محدش يزعل ولا تقمص، ارجع للتاريخ والتاريخ هو يفكرك. تعالوا بقى نشوف الأكثر تتويجا بالدوري المصري. في أندية كتير حصلت على بطولة الدوري، لكن يظل النادي الأهلي هو الأعلى تتويجا والأكثر تتويجا بالدوري المصري: 43 بطولة للأهلي المصري، 14 بطولة للزمالك، 3 دوري للإسماعيلي، 1 المقاولون العرب، 1 الترسانة، 1 غزل المحلة، 1 الأولمبي. 21 لقب لجميع الفرق، 43 لقب دوري للنادي الأهلي. تعالوا بقى مع بعض أيضا نشوف احنا عندنا أرقام مميزة السنة دي في بطولة الدوري اللي لسه ما انتهتش، اتلعب منها 29 أسبوع، لسه متبقي للنادي الأهلي 5 أسابيع في مشوار الدوري، ولكن النادي الأهلي حسم بطولة الدوري، وعندنا بطولة أو مباراة قادمة للأهلي والزمالك، هي مباراة قمة وتظل مباراة قمة وبطولة خاصة من نوعها. تعالوا نشوف أيضا عدد مباريات النادي الأهلي. النادي الأهلي السنة دي لعب 29 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، فاز في 23 مباراة، تعادل في 6 مباريات، مفيش ولا خسارة للنادي الأهلي، سجل 54 هدف، أقوى خط هجوم للنادي الأهلي، وسكن مرماه 7 أهداف، النقاط 75 نقطة. عايز أقف عند نقطة مهمة جدا، سكن مرماه 7 أهداف، وهي دي نقطة مهمة جدا، وهي دي نقطة البطولة. ارجع للموسم السابق هتلاقي شباك النادي الأهلي تلقت 21 هدف. الموسم اللي قبليه تلقت شباك النادي الأهلي 29 هدف، لكن السنة دي رقم مميز جدا لدفاعات النادي الأهلي وحراسة مرمى النادي الأهلي، ولما بنقول سكن مرماه 7 أهداف بس، بنقول الدفاع بيبدأ من الهجوم، كل لاعبي النادي الأهلي، وده رقم مميز جدا يحسب لكولر، يحسب للجهاز الفني ازاي تشتغل على النواحي الدفاعية اللي بتبتدي منها البطولة. علشان كده من هنا بحيي كولر والجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي على هذا الرقم المميز. كولر أيضا كان ليه رقم مميز في ثلاثياته، لكن المرة دي مش ثلاثيات الباسكت، لا، كولر عمل ثلاثيات جديدة في كرة القدم. شفنا كولر السنة دي وهو 14 ثلاثية مع النادي الأهلي، لكن في بطولة الدوري كولر كان ليه 9 ثلاثيات، أيضا في مرمى الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، الزمالك، أسوان، غزل المحلة، فاركو، حرس الحدود، البنك الأهلي. أرقام مميزة جدا لكولر تحسب للجهاز الفني، تحسب للاعبي النادي الأهلي، من هنا بنحييهم. وزي ما انتقدنا هذا الجيل في أوقات، لازم النهاردة نقدم لهم كل التحية وكل التقدير، ونقول إن الجيل ده حط نفسه في
في الأجيال الذهبية للنادي الأهلي. لكن ما زال لسه إن شاء الله عندنا بطولات قادمة، وده بيحمل لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله مسؤولية كبيرة. عايز أروح بقى لموضوع مهم جدا كان تم تداوله خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا بالنسبة لمحمد عبد الفتاح تاحة، مهاجم 2007، وده واحد من المهاجمين المميزين اللي احنا او انا شخصيا اتكلمت عنه كتير جدا هنا في برنامج الاشبال، وقلت ده واحد من العناصر ان شاء الله هيكون ليها مستقبل مع النادي الاهلي. خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات طلع كلام كتير، اللعيب هرب، اللعيب سافر، اللعيب مش متواجد. انا باكد لحضراتكم من خلال برنامج الاشبال ان اللعيب متواجد في النادي الاهلي. اللعيب ان شاء الله هيكون متواجد مع بدايه فتره الاعداد لفريقه 2007 يوم الاحد القادم في التدريبات. تاني، محمد عبد الفتاح تاحه واحد من العناصر المميزه، واحد من مستقبل النادي الاهلي. كل الكلام اللي تم اثارته خلال الايام السابقه ان اللعيب مش موجود في النادي الاهلي واللعيب هرب وانتقل لاحد الانديه، الكلام ده غير صحيح بالمره. اللعيب موجود في النادي الاهلي، اللعيب ان شاء الله هيكون موجود في تدريباته مع تدريبات فريقه اللي هتبتدي وهتنطلق بدايه فتره اعداد يوم الاحد القادم. نتمنى له هو وكل اللاعبين في قطاع الناشئين كل التوفيق ليهم خلال الفتره القادمه وبدايه موسم قوي. ايضا نروح لمنتخبنا الاولمبي اللي بنقدم له كل التحيه والتقدير. دايما بنحيي الفايز، دايما بنحيي اللي بيحصد بطوله، لكن المره دي بنثني على المنتخب الاولمبي وعلى اللي قدموه مع الجهاز الفني ومع ميكالي على المستوى الرائع في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب. طبعا وصلوا الأولمبياد السنة الجاية في باريس، لكن ما شاء الله في المباراة النهائية أدوا أداء رائع، أكثر من رائع أمام المغرب، استحق الإشادة وتحية كل الجماهير. علشان كده ما شاء الله عندنا جيل محترم، جيل ذهبي، جيل إن شاء الله مستقبل للكرة المصرية. شفنا حمزة علاء وهو بيتوج بأفضل حارس في البطولة الأفريقية، أدى مباراة أو مباريات كبيرة جدا. شفنا إبراهيم عادل واحد من المواهب المصرية الكبيرة اللي بينتظرها مستقبل كبير أيضا للكرة المصرية وبيتوج بأفضل لاعب. علشان كده بنحييهم، شايفين حمزة علاء، ومن هنا بنطمن كل جماهير النادي الأهلي، اطمنوا على مركز حراسة المرمى، عندنا الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، ايضا عندنا حراس في 2005 و2006، فان شاء الله مستقبل حراسة مرمى النادي الاهلي في امان. علشان كده بنقدم كل التحيه للاعبي المنتخب الاولمبي. وحابب برضه اقول لحضراتكم قائمه الشرف، لعيبه اللي بذلت كل مجهود، كل واحد ما بخلش بنقطه عرق علشان يؤدي الاداء الرائع. طبعا المدير الفني ميكالي، البرازيلي تياجو مدرب عام، ورياض المدرب، سيد السويركي مدرب حراس المرمى، محمود حرب مدير المنتخب، ليوناردو مدرب الاحمال، جواي محلل اداء، دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، حمزه علاء وعلي الجبري ومحمد سيحه حراسه المرمى، حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد، محمد اشرف وعمر فايد وحاتم سكر وعلي زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزي واحمد نبيل كوكا، محمد سمير، عماد ميهوب، محمود صابر، مصطفى ميسي، ابراهيم عادل، اسامه فيصل، وعبد الرحمن اجويرو. يعني دي قائمه الشرف زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم. كل التحيه وكل التقدير ليهم، وان شاء الله اتحاد الكره يقدر يحافظ على هذا الجيل ويكون نوالي المنتخب الاول. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون ضيفي وضيفكم نجم الاهلي السابق كابتن احمد صديق. ضيفنا النهارده واحد من ابناء الاهلي المخلصين جدا، صديقي العزيز كابتن احمد صديق. منورنا يا ابو حميد. ازيك يا كابتن اسامه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، انت وحشنا كتير والله. ما شاء الله لسه بكامل لياقتك واناقتك. نتعلم منك يا كابتن اسامه. تلعب كوره ولا؟ طبعا اكيد يعني. باستمرار طبعا بنلعب خماسي، وفي نفس الوقت طبعا خلال الشغل في شغل التدريب طبعا بيبقى على طول في نماذج بتشتغلها مع الفرقه، والواحد يعني عشان كمان حابب كده فبيبقى مبسوط قوي، حتى ما بيصدق يبقى في تقسيمه ولا حاجه من الحاجات الصغيره اللي انت عارف فيها. طبعا طبعا يعني. احمد صديق اتجه لمجال التدريب، اول ما بطلت كوره بدات تدخل في مجال التدريب. طبعا بس بشكرك وبشكر كل اللي موجودين في الاعداد والاخراج على المقدمه الجميله دي.
يمكن ببقى سعيد طبعا وانا بسمع اي حاجه تخص او تربط اسمي باسم النادي الاهلي، يعني طبعا اسم النادي الاهلي اسم كبير وشرف لاي حد، فببقى سعيد جدا جدا لما اسمي بيتذكر حتى ان انا جزء ولو جزء بسيط من منظومه كبيره زي النادي الاهلي. فدي كانت مهمه جدا ان نقول الكلام ده. يعني لا انت تستحق صراحه كل التحيه وبمواقفك كمان اللي حصلت. والله مش عايز اقول لك يا اسامه، انا من اكتر الحاجات اللي ما بحبش انها تتقال، والله العظيم والله العظيم مش كلام اعلام ولا كلام شو، فعلا ما بحبش الموقف ده يتذكر، ببقى مكسوف جدا الموقف ده بيتذكر. انا شايفه ده الطبيعي، فيعني ده الطبيعي، بس واحنا في الزمن دلوقتي علشان الاجيال الجايه لازم تسمع الحكايات الحلوه الحقيقيه اللي بتحصل في النادي الاهلي. بص زي ما انت بتقول الانتماء ده شيء مهم جدا جدا، بس الحب ده بيبقى بيجي من القلب فعلا مش كلام. يعني انا مش عايز اذكر موقفي، لان انا شايف موقفي ده في ناس كتير او ناس كانت موجوده في الفرقه في الوقت ده عملته، بس هو يمكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يمكن الكابتن سيد يذكره بعد اكتر من 8-9 سنين. لكن انا بيني وبين نفسي ما بحبش انه يتذكر خالص، ما ببقاش مبسوط وهو بيتذكر، لان دي حاجه داخليه وعملتها بنابع اخلاص وحب للنادي الاهلي. فانا شايف ان حاجه طبيعيه جدا جدا جدا. يعني المبلغ كان كبير صح؟ ما اقدرش اقول كان كبير، لان مفيش حاجه كبيره، يعني مفيش حاجه كبيره طبعا. بص يا اسامه بجد مش كلام، يعني احنا لولا وجودي او انتمائي للنادي او ارتباطي موقف، بس علشان المتابعيننا دلوقتي، كان الكابتن احمد صديق كان في وقت ايقاف الدوري كان في جزء من مستحقات اللاعبين هيتخصم. احمد صديق كان خلاص يعني رحل عن النادي الاهلي، فرجع له الكابتن سيد عبد الحفيظ وقال له انت مشيت عن النادي الاهلي مستحقاتك دي هترجع لك. فهو اصر وقال انا علشان النادي الاهلي لا انا متمسك ان الفلوس دي تتخصم مني، رغم رحيل عن النادي الاهلي انا بخص الفلوس دي بتتخصم يعني حبا في النادي الاهلي. بالظبط كده، يمكن انا اول لفظ جه على بالي في وقتها وتلقائيه طبيعيه جدا، انا قلت لا انا يعني عملت كده حبا في النادي الاهلي مش عشان انا موجود في النادي الاهلي او لا. يعني الغريب انك انت ما اتكلمتش خالص في الواقعه دي على مدار 8-9 سنين، ما تذكرتش في الاعلام، ما تقلتش في الصحافه، احمد صديق حتى شخصيا ما طلعش ولا قالها، لكن اللي قالها وبروزها الكابتن سيد عبد الحفيظ. ما انا بقول لك هو لو قعدت 100 سنه عمري ما كنت اذكر حاجه زي كده، وبالعكس انا دلوقتي ببقى عندي حياء بجد لما بدي تتذكر في اي موقف انا موجود فيه. يعني انا معاك على الهواء دلوقتي ببقى مستحي فعلا بجد مش كلام ان موقف زي كده يتذكر، لان انا بقول لك انا شايف انه ده حاجه اقل من الطبيعي واقل من العادي. النادي الاهلي هو اللي عملنا وعمل اسمنا وخلاني موجود معاك دلوقتي وموجود في كل القنوات وبقيت مدرب وحاجات كتيره، وبقيت بمشي في الشارع الناس تعرفني، فكل ده مش ببلاش. يعني كل ده بارتباطك او بانتمائك للنادي الاهلي، فاكيد النادي الاهلي عمل لنا كتير جدا جدا. يعني ابتديت مشوارك بعد ما بطلت الكوره ايضا برضه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واتجهت لمجال التدريب. يمكن كانت البدايه وبشكر عليها كابتن سيد حفيظ، لانه كان ليه دور كبير جدا فيها، ان انا مجرد ما كنت على طول باخد رايه في حاجات كتيره جدا يعني. ففي الوقت ده كنت لسه وكان عندي فرصه ان انا اكمل، لكن هو قال لي لا. هو عشان الكابتن احمد صديم الفيوم كابتن سيد عبد الحفيظ من الفيوم. لا كابتن سيد كابتن سيد اخ كبير بالنسبه لي، ويعني شرف كبير جدا جدا لان هو قدوه ليا في كل حاجه، وانا ببقى سعيد جدا ان في اي خطوه او اي قرار بنسبه كبيره برجع له هو او باخد رايه في الاول. فكان هو ليه القرار الاكبر او الافضل بالنسبه لي انه يقول لي لا تعالى دلوقتي. وبالفعل قررت ان انا بطل دلوقتي، وبدانا في اكاديميه النادي الاهلي. بدات مدرب، وبعد كده الحمد لله يمكن فتره بسيطه. اكاديميه الاهلي فرع ايه بقى؟ لا اكاديميه الاهلي في الامارات الاربع فروع. كان عندنا اربع فروع الحمد لله. يعني بعد كده ما طولتش الحمد لله، بعدها على طول بقيت مدير الاكاديميه ومدير الاربع فروع لمده سنتين الحمد لله. خبرات كبيره برضه. طبعا طبعا، هي الميزه في الاكاديميه يا كابتن اسامه زي ما انت عارف هي فيها شغل، انك بتاخد خبرات اداريه وفنيه مش فني بس. والواحد فعلا عشان تدخل مجال التدريب محتاج الاداري والفني والطبي وكل عشان تعرف تاخد القرار. طبعا طبعا. فدي من الحاجات اللي فادتني جدا جدا جدا، ان انا استفدت اداريا وفنيا وحتى ماليا. يمكن انا كنت ببقى بنسبه كبيره برضه بتدخل في الماليات والاداريات والمصاريف وكل الحاجات دي، انت عارف يعني فكره اكاديميه كامله. وبعدين عن اربع فروع وفي دوله كبيره زي دوله الامارات، والحمد لله حققنا نجاحات كبيره جدا بفضل الله. كويس. بعدها على طول القرار ده برضو اكيد جاء من مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في تواصل من الكابتن خالد بيبو اللي برضو بشكره بشكل كبير جدا، لانه كان له وجهه نظر والامانه افادتني جدا. قال لي لا تعالى دلوقتي القطاع. انت عارف الوقت اللي كنت موجود فيه في الاكاديميه كان هو مدير الاكاديميات. لما مسك مدير رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الوقت قال لي تعالى الوقت ده انسب ليك، وبرضه تاخد خبرات بشكل افضل وتقرب اكتر من المجال الفني. وبالفعل اخدت بمشورته
وقضيت سنتين فرقوا معايا بشكل كبير جدا جدا. كنت مدير فني الفريق 2010؟ لا في الاهلي. لا 2006 و2008. 2006 و2008 اشتغلت في الاول مع كابتن سيد غريب، وده برده من الناس اللي فادتني جدا جدا في النادي، وانت عارف انه اسم كبير جدا في قطاع الناشئين. بعد كده على طول الحمد لله بقيت مدير فني، وبقيت مدير فني 2008 وجات لي برده حاجه بحمد ربنا عليها، اني برده كنت مدير فني لمنتخب القاهره، وكنا مسافرين اليابان. ودي برضو من الحاجات اللي الحمد لله بتضيف للسي في بتاعك طبعا طبعا. وده حصل برضو من خلال تواجدي في النادي الاهلي. استاذنت طبعا من كابتن خالد بيبو، لان كنت مرتبط بالاثنين مع بعض. انا كنت ماسك الفرقه 2008 في النادي الاهلي، وكنت برضو مسؤول عن منتخب القاهره 2008، لان زمان كان بطوله، وكانت بطوله مهمه. لكن كورونا غيرت الامور شويه، فما حصلش نصيب يعني. بعد كده الحمد لله جات لي فرصه او نقله ثانيه برضو من خلال النادي، في الجونه، نادي الجونه في الدوري الممتاز مع الكابتن تامر مصطفى، اللي بشكره بشكل كبير جدا لانه اضاف لي كتير جدا. ودي كانت نقله برضو اكيد، انت عارف زي ما انت قلت هي خطوات خطوات. ابتدت من الاكاديميات، بعد كده قطاع الناشئين، بعد كده تبدا تاخد الدوري الممتاز طبعا. والحمد لله ده حصل مع جهاز محترم جدا بقياده الكابتن تامر مصطفى والكابتن رضا الفداوي والكابتن طارق سليمان، اللي كان ليه الدور الاكبر اكيد، ان هو كان ليه الدور الاكبر انه يرشحني للكابتن تامر مصطفى. الحمد لله ادينا بشكل كويس جدا، واستفدت من اسم كبير زي الكابتن تامر، وعنده فكره، راجل مثقف ومحترم وما بيبخلش عليك بمعلومه. بعد كده نقله ثانيه الحمد لله، كلها خطوه بتجيب خطوه، مع كابتن حسام البدري. مع كابتن حسام البدري الجزائر وفاق الصيف. فاق الصيف الحمد لله. وكابتن حسام للامانه من اكتر الناس اللي ادتني فرصه كبيره جدا. كان مديني مساحه كبيره جدا جدا في الشغل. كابتن حسام طبعا اسم كبير جدا، يعرفك وانت لاعب، واشتغلت معاه وانا لاعب، لكن كمان الشغل معاه مدرب حاجه ثانيه يا اسامه بجد. يعني انت اكيد اتعاملت معاه وهو مدير كوره، واتعاملت معاه وهو مدرب عام، واتعاملت معاه وهو مدير فني. الموضوع مختلف تماما. انا بشكره جدا على الفتره دي، لان اضافت لي كتير جدا جدا جدا. يمكن عشان كده دلوقتي الحمد لله بدات اخد الخطوه، ان انا ان شاء الله بفكر ان انا ابقى لوحدي او اشتغل لوحدي بعد خبرات كتيره جدا. ما اقدرش اخد القرار ده اسامه غير وانا عارف ان انا الحمد لله واقف على ارض ثابته. طبعا طبعا. كل الفترات دي انا مش عايز اعتمد على ان انا كنت لعيب محترف طبعًا. لا، باخد بالخبرات وبشتغل وبتعلم وبثقف من نفسي وبستفاد من كل جهاز بشتغل معاه. يمكن الحمد لله دلوقتي موجود اكتر من عرض الحمد لله في الممتاز به. يعني قبل العروض، انت دلوقتي برضو علشان الفتره دي فتره مهمه، عامل فيها فتره معايشه مع كولر. قول لنا برضو الحكايه ابتدت ازاي، بالك قد ايه، وشايف ممكن تقعد قد ايه مع كولر، وابرز الحاجات اللي استفدتها من كولر خلال الموسم الاستثنائي ده. يمكن زي ما انت بتقول يا اسامه، انا خدت الامور واحده واحده. خلال فتره بعد ما نهينا موسمنا مع في الجزائر مع كابتن حسام، على طول تحركت ان انا سافرت دبي. قعدت برده اكتر من فتره معايشه مع مدربين الحمد لله، وقدرت اخد السي الاسيوي، ودي برده من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي. رجعت انا شايف ان اداء الفرقه والتطور بالنسبه لي ملفت جدا جدا لفرقه النادي الاهلي فنيا وفرديا، فنيا فرديا وجماعيا مع مارسيل كولر، خلى عندي الشغف ان انا لا انا عايز اشوف الراجل ده بيعمل ايه. لفت نظرك؟ لا طبعا لازم طبعا. لازم اروح واعمل معايشه عن قرب. دي حقيقه، لان انا بقول لك انا شايف في حاجات، في شغل كتير جدا بيحصل. الناس كتيره بتبص للنتائج بس، لكن احنا في الكوره، او احنا لو انت مدرب او لاعب، ما بتبصش للنتائج بس. بص هل في شغل بيحصل ولا لا. هل في تطور فردي للعيبه ولا لا. هل في تطور جماعي ولا لا. انا شايف ان كل الامور دي حصلت مع مستر كولر، فعشان كده خدت الخطوه من غير ما افكر. وبشكر برضو اكيد الكابتن سيد، واكيد مجلس الاداره في رئاسه الكابتن محمود الخطيب طبعا، لان اكيد موافقتهم في ظل ضغط المباريات اللي كانت موجوده دي انا بشكرهم عليها جدا، لان الوقت كان صعب جدا وانا كنت محتاجها في الوقت ده. كويس. لان زي ما اقول لك انا كان عندي اكتر من عرض، فكنت محتاج ان انا اكمل كل فكري وكل ثقافتي، وبضيف لنفسي كمان مع مدرسه مختلفه، مدرسه سويسريه وبنجاحات كبيره جدا. بتتكلم تقريبا في 5 بطولات، 5 من 5 يعني. نسبه نجاح 100%. هنتكلم لسه عن البطولات، لكن قول لي بدايه التدريب لما بتروح لكولر، اليوم او الكام ساعه دول بيتم فيهم ايه؟ هو طبعا في البدايه انا رحت للكابتن سيد، وكان في اجتماع بينه وبينه، واستاذنته طبعا وطلبت منه. بالفعل كانت متاخرش عني خالص، قال فطبعا رجع طبعا اكيد لمجلس الاداره، ورجع لمستر كولر طبعا في البدايه. والراجل رحب جدا ودي انا برضو بشكره عليها جدا. وبالفعل خدني الكابتن سيد، وقفت معاه شويه مع الراجل شويه، واتكلمنا شويه، والراجل رحب بده وقال لي بس بعد اسبوع. كان في ضغط مباريات كده، مباراتين مهمين جدا. فقال لي بعد اسبوع الماتشين وتبتدي معانا، لان ما كانش في وقت كمان. ما كانش وقت ان انا احضر التمرين، يمكن فاداني ميعاد بعد اسبوع. والحمد لله بدات بقى لي حوالي اكتر من 10 ايام وبتناقشوا في التدريبات. طبعا هو الامانه راجل محترم جدا، لان في مدربين بتخاف شويه انه يدي معلومه او يدي فكر او في وقت في ظل الظروف دي. لكن الراجل بالعكس متعاون جدا جدا جدا.
واكيد الكابتن سيد نقل له الصوره ان انا يعني بعتبر نفسي ابن من ابناء النادي الاهلي وليا تواجد، فاكيد برضو الحاجات دي خلت الراجل عنده الثقه ان انا عندنا هنا بعض الصور مع دي كابتن وليد سليمان. دي كانت النهارده. دي النهارده. يعني كان شايف النهارده استعدادات اللعيبه، طبعا بطوله الدوري امبارح اتحسمت، لكن رغبه اللعيبه عندك مباراه جايه امام الزمالك. لا دي مباراه كبيره طبعا. وانا شايف ان طبيعه النادي الاهلي تسلم عليك قبل التمرين. قبل التمرين النهارده الحمد لله. يمكن زي ما بقول لك يا اسامه، انا عايز بحاول استفاد من كل حد بشوفه كويس، لان ده المدرب الكويس الشاطر اللي يتعاون، يعني بيحاول يستفاد من كل واحد يشتغل معاه. فانا زي ما بقول لك، انا شايف ان مارسيل كولر من المدربين الشاطرين جدا جدا جدا، لان لو دخلت حللت الفرقه في الفتره الاخيره، لا تطور جماعي بشكل كويس جدا جدا، تطور فردي بشكل كبير جدا، وعلى المستوى البدني كمان. ما انا لسه اقول لك اهو، على المستوى البدني تطور هايل. فكل دي خد بالك من نقطه مهمه جدا يا اسامه، في ضغط مباريات غير طبيعي طبع. انك تقدر تحقق كل المعادله الصعبه دي، انا شايف ان ده نجاح للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. يعني شفت ازاي القرار اتاخد من بدايه الموسم الكابتن محمود الخطيب، وكان قرار بص يعني قرار مهم جدا، ثلاث سنين وبتحقق بطولات في موسم بخط دلوقتي، يعني كمدرب اهميه وقيمه الكوره دلوقتي موسم، علشان السنه دي يبقى القرار ده يترتب عليه توفيق ربنا، بعد توفيق ربنا خمس بطولات للنادي الاهلي. وانا شايف ان ده من افضل القرارات اللي اتخذت فنيا من مجلس الاداره الفتره الاخيره. يمكن احنا كلنا بنعاني الموسم اللي فات واللي قبله، حققت بطوله افريقيا تمام، لكن الوقت المناسب تقريبا كان من اهم او الناتج على ارض الواقع بخمس بطولات، خمسه من خمسه. فده كان قرار صائب بشكل كبير جدا. يمكن ده باين على اللعيبه في البدني وفي الفني وفي الذهني. خد بالك يا اسامه ان الفكره مش فكره بدني بس، حتى الاصابات انت كنت بتعاني السنين اللي فاتت من كم الاصابات اللي عندك، يبقى عندك يتم لك الاستعدادات بشكل كبير جدا مع اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت فعلا محتاجه خلاص ذهنيا وبدنيا خلاص، يعني ما كانش عندنا حاجه تديها اكتر من كده يا اسامه. فكان لازم تفصل المكنه، لازم ترجع اشتغل مره ثانيه. وبالفعل انا شايف ان الاداء كمان الموسم ده اكتر من رائع. يعني مع النتائج الاداء كمان بيتحقق بشكل كبير جدا. يعني شايف مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه ازاي، بالرغم ان الاهلي خلاص يعني بطوله الدوري حسمها، لكن مباراه الاهلي والزمالك تظل مباراه الاهلي والزمالك، بيتابعها ملايين الملايين في كل الوطن العربي، وتظل قمه حتى لو الزمالك في مش يعني السنه دي مش في افضل حالاته في المركز الثالث او الرابع، لكن تظل مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه. اكيد، بس طبعا في البدايه مش عايزين ننسى نبارك للنادي الاهلي المجلس الاداره والجماهير والجهاز الفني واللعيبه على بطوله الدوري، تكمله للمشوار اللي بدا، ودي خمس بطوله، ودي من انا شايف انها من الانجازات. يمكن بتفكرنا بالجيل مع مستر مانويل جوزيه والجيل اللي احنا كنا موجودين فيه تقريبا. انا فاكر ان في سنتين تقريبا خمسه من خمسه برضه، خمسه من خمسه، خمسه من خمسه نفس كنا بنيجي في كاس العالم وبنوع شويه، بس كان في برونزيه. فاكر الاوفر الوحش قوي ده اللي انت خليته يعني حلو ده، يعني بص اوفر وحش جدا وجاي ورا وكل حاجه، لكن ايه الفكره الاوفر راح لمين؟ راح لراجل هداف. لا طبعا المباراه لا تنسى طبعا. يعني وانا بحييك، لان لا خلي بالك الهدف ده في الدقيقه كام؟ 108 تمام صح؟ ما انا عايز احييك على حاجه 108. لا وابو تريكه بكامل لياقته ما شاء الله، وبيحطها لاحمد صديق المنطلق برضه بكامل قوته وسرعته عشان يحطها. الحمد لله. يمكن انا بحييك يا اسامه بجد، لان المباراه دي يمكن انت جبت الثالث والرابع، لكن قبلها على طول انت مضيعه واحده صعبه جدا، فلو لعيب ما عندوش صعب. يعني صعبه تضيع، يعني صعبه تضيع، صعبه تضيع، يعني كانت سهله جدا. فمحدش يقدر يعمل كده غير لعيب عنده ثقه بجد. يعني فلا انا بحييك جدا، لان انت بعد الكوره دي لو حد غيرك، او بمعنى صح لو واحد ما عنده ثقه في نفسه، كان ممكن يخرج بره المباراه تماما. لكن انت بعد الكوره دي انك تقدر تحرز هدفين نحقق بيهم بطوله وعلى نادي كبير زي نادي الزمالك، فدي كانت من البطولات والمباريات اللي كانت ممتعه بالنسبه لنا. يعني فمباراه القمه زي ما انت بتقول، مباراه قمه انا شايف انها بتبقى بطوله. الهدف او خلاص ان انا الاهلي حقق بطوله الدوري، الهدف الاكبر خلاص اتحقق، لكن برضو اكيد لعيبه والجهاز الفني بيبقوا عارفين ان دي بطوله خاصه،
يمكن زي ما انت بتقول نادي الزمالك ممكن ما يكونش في افضل حالاته، لكن ما نقدرش ننكر انه في الفتره الاخيره بدا المستوى الفني لنادي الزمالك يتحسن بشكل كبير. وتاني وتالت ومليون مباراه اهلي والزمالك ملهاش مقياس فعلا، خارج التوقعات، خارج كل التوقعات، سواء ولا نتيجه ولا اداء لاي فرقه من فرقتين. لكن ان شاء الله نتمنى ان يبقى التوفيق مع النادي الاهلي، خصوصا انه ماشي بخطوات ثابته حتى في الاداء وفي النتائج. يمكن من الحاجات النجاحات اللي عاملها مستر كولر الروتيشن الكتير اللي بيعمله مع اللعيبه. تخلي بالك من النقط المهمه النهارده، هو بتعمل الروتيشن كمدرب، انت خالق جو التنافس بين اللعيبه، وفي نفس الوقت انا ما بحسش مين الاساس ومين الاحتياط، ان كله على مستوى بدني واحد، مستوى فني واحد، في تكافؤ دلوقتي في المستويات كلها. بص يا سامع، لو اتكلمنا على الراجل ده هنلاقي في حاجات كتير قوي حلوه بتحصل، هتلاقي نجاحات كتيره جوه الكواليس بتحصل، منها الروتيشن او التدوير اللي بيعمله ده. انت بتتكلم دلوقتي عندك لا يقل عن اكتر من 20 او 25 لاعب كلهم جاهزين، صح كده ولا لا؟ مظبوط. بتتكلم من المباراه للثانيه مش اقل من 6 7 لعيبه موجودين عن المباراه اللي قبلها، ده نجاح كبير جدا للجهاز الفني. حقيقة. ومع ذلك النتائج ثابته، الاداء ثابت بشكل كبير جدا، ده نجاح كبير جدا جدا. زي ما بقول لك، انا لما فكرت حتى اشتغل او اروح اعيش مع الراجل ده شويه، عشان انا شايف في حاجات. طب ايه اللي شفته مختلف في كولر في فتره المعايشه دي؟ انت بقالك كام يوم دلوقتي مع كولر؟ يعني تقريبا داخل في اسبوعين، حوالي اسبوعين. طب اسبوعين يعني فتره مش صغيره. يمكن بس ابرز اللي شافه احمد صديق في كولر لفت نظره. هو الراجل ده بيهتم بكل حاجه، يعني بيهتم بالتفاصيل الصغيره، وخد بالك المدرب الشاطر بجد، المدرب الشاطر بيهتم بكل التفاصيل الصغيره. يعني مش ملعب بس؟ لا طبعا، ما ينفعش المدرب يبقى ملعب بس. وللامانه عشان بخس حق كابتن حسام البدري، انا من الحاجات المهمه جدا اللي عشتها معاه واستفدتها معاه انه بيهتم بكل التفاصيل يا اسامه، بيهتم بكل حاجه. مستر كوره نفس الشيء، بيهتم بكل حاجه، يمكن محاضره قبل التمرين، ولو في كلام بشكل فردي مع اللعيبه بيتكلم، سواء من خلال في وسط التمرين او بعد التمرين، ده انا بشوفه كويس. يمكن هو عنده او محتاج وقت كمان، يمكن من ضمن الكواليس في الكلام معاه ان هو بيقول كمان ان ضغط المباراه مخليه مش عارف يشتغل. اكيد في عوامل نجاح، ابرز عوامل النجاح اللي ساعدت النادي الاهلي دي من وجهه نظر كابتن احمد صديق. هو اكيد ما نقدرش نقول اكتر من اكيد، بدايه ان مجلس الاداره وفر كل حاجه للجهاز الفني واللعيبه، ده اساسي. ما ينفعش انا يبقى عندي كل النجاحات دي الا لو في ظهري مجلس اداره فاهم كويس هو بيعمل ايه، وبناء على كده خد القرار ان اللعيبه تريح الموسم اللي فات. تمام. بداوا بشكل محترم جدا كفتره اعداد كمان المدير الفني. انا لسه بقول لك اهو، ما انا بكلم واحد بعد كده اختيار مدير فني ليه اسمه كبير جدا جدا، ماسك منتخب سويسرا، ليه باع كبير جدا في الدوري في اوروبا، كل دي حاجات بتفرق كتير جدا. الاهم من ده كله، انا شايف من اكتر النجاحات اللي حصلت اسامه الصفقات اللي حصلت بدايه الموسم. بمعنى ايه؟ كل الناس كانت تتكلم الاهلي محتاج 10 لعيبه، والاهلي محتاج تقريبا، احنا جبنا حوالي 3 لعيبه او 4 لعيبه مش اكتر من كده. صح كده ولا انا يعني اللي انا داخلني الذاكره تقريبا احنا ما جبناش اكتر من كده. بس مع رجوع بيرسي تاو لمستواه ومن الاصابات، مع رجوع كهربا بالشكل الفني الهايل او الكويس جدا جدا اللي بيحققه دلوقتي، انا شايف ان دول كمان تقدر تقول صفقتين جداد اضافوا للصفقات النادي الاهلي. فكل ده، كل دي خطوات وصلتك ان انت دلوقتي تاخد 5 بطولات من 5. كريم فؤاد كمان انت بتلعب في الحته دي، لعبت فيها كتير، باك رايت دي، جه على بالك توظيف كريم فؤاد؟ ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله، ويرجع يعني سريعا لصفوف النادي الاهلي، وهيرجع مع بدايه الموسم بإذن الله. توظيفه من باك رايت لحته الوينج دي واجاد فيها بشكل كبير، وحجز مكانه الاساسي، وكمان سجل في مباراه الزمالك في السوبر، وسجل في مباراه الدوري، وكمان ده تقريبا في بدايه الدوري 4 5 مرات كان 4 5 5 اسيست وجولينها 3، يعني افضل لاعب في المباراه، كان بيقدم بشكل كويس جدا جدا. ان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله. دي تحسب للجهاز الفني. ما انا بقول لك لو دخلنا في الفنيات مع الراجل ده هتلاقي حاجات كتيره جدا. بتتكلم في 4-3-3 دي اللي كل الناس بتخاف منها في مصر. او بمعنى اصح، لو انت انا واحد من الجمهور دلوقتي بتسالني وشوف الاهلي بيلعب 4، اقول ليه بيدافع؟ مش كلنا كنا بنقول كده ولا كلنا فاهمين او عندنا فكر ان 4-3 دفاعيه بشكل كبير جدا، لكن الراجل بيأدي بشكل هجومي ما فيش اجمل من كده. حتى انا لما من ضمن الاسئله او الكلام اللي بينه وبينه قلت له احنا في مصر انت دلوقتي بتأدي 4-3-3 بشكل ما فيش اعظم من كده هجوميا ودفاعيا. فبقول له احنا في النادي الاهلي متعودين 4-2-3-1 عشان ناحيه هجوميه قال لي لا، الموضوع مش كده خالص، هو توظيف اللعيب هو ده. وانا ايه المطلوب من اللعيب ده؟ وايه المواصفات اللي ينفع اللي يقدر يلعب
4 3 3 يعني ما هو بيتكلم على 2 8 دول مش اي حد يلعبها طبعا. فكل دي حاجات انا استفدت منها. توظيف حمدي فتحي وديانج قبل رحيله والتوظيف الجديد وديانج كمان. ما هو ده اللي ما هو ده انا يعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتيره انا سالته في كل الحاجات دي. ما تطلعش الاسرار بقى. ما انا عشان كده مش عايز. ما انا بقول لك في كواليس كتيره زي ما قلت لك دي حقيقه بجد اسرار الشغل. لكن انا بقول لك انا على المستوى الفردي استفدت كتير جدا من الراجل ده بامانه. توقعت عوده كهربا بالتالق الكبير ده لما بنشوف الكوره واحد غايب بقاله فتره عن الملاعب مع العوده ممكن اول ماتش او ثاني ماتش ثالث ماتش المستوى ممكن ينخفض ثاني انخفاض اللياقه البدنيه لكن توقعت تالق كهربا من المستوى الكبير والاستمراريه دي؟ لا ما حدش يقدر يقول انك اتوقع التالق او الاداء الجيد جدا جدا بالشكل ده لكن هو عشان لعيب كويس قوي قوي فقدر انه يرجع بسرعه مع طبعا اكيد جهاز فني وصله انه يوصل للمستوى الفني ده صح. ما انا بقول لك الراجل ده عنده نجاحات كبيره جدا اسامه اتكلم على الشكل على الشكل الجماعي للفرقه هتلاقي نجاحات من الراجل ده بشكل كبير جدا تتكلم على المستوى الفردي للعيبه بعض اللعيبه حسين الشحات وبيرسي مين بيعجبك اداء يعني السنه دي في لعيبه النادي الاهلي او لفت نظر احمد صديق حصل معاه طفره السنه دي مع كوره زي ما احنا لسه بنقول كهربا رقم واحد لاسباب كتيره ممكن ما تبقاش اسباب فنيه بس لكن ذهنيا خد بالك ان كهربا كان محتاج شغل ذهني ونفسي اكتر منه فني معنوي كل ده فانه يوصل بكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده نجاح كبير جدا حسين الشحات طبعا لعيب كبير لكن المستوى البدني فني ما حدش يختلف على حسين الشحات لكن المستوى البدني اللي بيأدي بيه حسين الشحات دلوقتي وصله انه يبقى من افضل اللعيبه في الفرقه بيرسي تاو تكلم من واحد ماتش والتاني ويتصاب صح كده ده كان دلوقتي ده السنه اللي فاتت ما انا بكلمك دلوقتي من احسن ناس في الفرقه من افضل اللعيبه في الفرقه تتكلم على حمدي فتحي تتكلم على مروان عطيه اللي هو لسه جاي من نادي الاتحاد حجز مكانه بقى واحد اساسي ورقم واحد في منتخب مصر محمد هاني في حاجات كتير لا انا السنه دي وانت في المكان ده ولعبته كتير محمد هاني بالنسبه لي السنه دي ما انا بقول لك اهو يعني موسم استثنائي كمان محمد هاني على مستوى الشخصيه على مستوى الفن كمان ودي اكتر كمان اسامه مستوى الشخصيه ما انا بقول لك الراجل ده انا شايف انه ناجح بنسبه 100% في حاجات كتير قوي في امور فرديه وجماعيه تتكلم على محمد هاني الموضوع اختلف تماما شخصيه فنيات ما حدش يقدر يتكلم على محمد هاني لكن شخصيه بقى انت دلوقتي بتشوفه لا بقى لعيب كبير في الملعب بقى كابتن النادي الاهلي تتكلم برضو الشاره دي مش اي حد طبعا فكل دي شخصيه كل دي تكوين شخصيه فانا شايف ان الراجل ليه نجاحات كبيره جدا جدا مثلا بطوله افريقيا السنه دي كانت من اصعب البطولات انت خدت كام بطوله افريقيا مع النادي الاهلي اربعه ما شاء الله اربعه الحمد لله السنه دي كانت بطوله خاصه السنه اللي فاتت واجهتك او واجه النادي الاهلي بعض الظروف الصعبه السنة اللي فاتت بعد الجو كانت موجهة كانت موجهة طبعا ما كانتش يعني عايزة النادي الأهلي طبعًا يوصل طبعًا لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى إن السنة دي النادي الأهلي يكون موجود في النهائي أمام المنافس نفس المنافس على نفس الملعب كان عندك شك إن النادي الأهلي رغم نتيجة المباراة الأولى 2-1 والبعض طلع وقال لك المباراة هناك صعبة وملعب محمد الخامس وجماهير الوداد كان عندك شك ممكن النادي الاهلي يخسر البطوله ولا كان عندك يقين بالله ان الاهلي ممكن يقدر يرجع بالبطوله من هناك والله يا اسامه انا من اكتر الناس اللي كانت متفائله جدا ان الاهلي هيرجع بالبطوله ومش قبل المباراه النهائيه بس يمكن من بعد دور المجموعات وانا بقول ان النادي الاهلي هياخد البطوله وزي ما انت بتقول كان ليها طبع خاص انك الوداد والمباراه الثانيه في المغرب وبعد الاحداث الكبيره اللي شفناها وبعد 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 كل دي تخلي البطوله ليها طعم خاص وخصوصا ان البطوله لا احنا كلنا كنا شايفين ان الموضوع شبه موجه ان الاهلي ما ياخدش البطوله للمره الثالثه على التوالي فالاهلي قدر يعمل ده في ظل الظروف دي وبعد مباراه كمان ما نقدرش بص يا اسامه الكوره فيها حاجات صغيره بس مهمه جدا ان الاهلي بعد ما يخسر من صن داونز 5 وتاخد بطوله افريقيا ده يحسب للجهاز الفني واللعيبه دي حاجه مش سهله في الكوره خلي بالك الاداره انها تاخد قرار دعم والابقاء على الجهاز الفني ودعم اللاعبين ما انا بقول لك يا اسامه الاداره لها دور كبير جدا جدا في الموسم ده انا قلت لك من بدايه كلامي ان مجلس الاداره له دور كبير جدا ما حدش يقبل ابدا يقبل ان النادي الاهلي يخسر 5 كان ممكن تلاقي تغيير في الجهاز الفني وفي اللعيبه وفي خصومات مجلس الاداره ما عملش كده خالص استقرار خرجوا على المباراه اللي بعدها بكل تركيز قدرنا نكسب مباراتين قطن وبعد كده الهلال قدرت تحقق البطوله في النهايه فده فكر وده يعني انا عايز اقول كلمه يعني كابتن محمود الخطيب اسم كبير في الكوره فاكيد كل دي خبرات موجوده مش يعني احنا من البدايه بنقول ايه لما بتيجي في جهاز تقول ده جهاز بتاع كوره صح كده؟ صح تيجي في مجلس اداره تقول ايه؟ ده مجلس اداره بتاع كوره ناس كويره يعني بالظبط كده القرار بيطلع من ناس عندها خبرات كبيره فعشان كده النتيجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي 5 بطولات من 5 بطولة افريقيا اللي هي اللي كانت مهمه جدا جدا بالشكل وبالاداء
وزي ما بقول لك يمكن في ناس ليها مقوله كتيره جدا بتقال يا اسامه يقول لك ان النهائيات تكسب ولا تلعب، صح كده؟ صح. انا وجهه نظري ان الاهلي كسب ولعب يعني اداء ونتيجه. خلي بالك وده يرجعنا لنهائي افريقيا مصر والمغرب تحت مواليد 2001 منتخب الاولمبي. تمام. قدم مباراه رائعه، الاجواء هناك صعبه جدا. تخيل النادي الاهلي وهو موجود هناك كانت الاجواء اصعب، لكن النادي الاهلي بخبراته وبتوفيق ربنا طبعا قبل طبعًا كل شيء طبعًا قدر يتجاوز المطب الصعب ده. طبعا. فعشان كده بقول لك البطوله دي كانت مهمه جدا وبطوله غاليه جدا. انت بتتكلم يعني طبعا ما نقدرش بنحيي طبعا المنتخب الاولمبي على الاداء والرجوله اللي ادوا بيها بشكل كبير جدا، وبنهنيهم طبعا على الصعود للاولمبياد، وكنا نتمنى نحقق البطوله لكن الموضوع صعب. الموضوع في المغرب وفي تونس ونهائي وفي الجزائر الموضوع بيبقى صعب جدا، فالنادي الاهلي قدر يكسر كل الحواجز دي بمكسبه في النهائي وتحقيق البطوله ال 11. اخيرا بقى طموحات الكابتن احمد صديق الفتره اللي جايه، وممكن نشوف الكابتن احمد صديق في يوم من الايام بيشتغل في الجهاز الفني في النادي الاهلي. والله ده شرف كبير جدا وحلم مش ليا انا بس، حلم لاي حد وحلم لاي حد كمان ممكن يكون لاعب او يشتغل في النادي الاهلي، فطبعا ده حلم واكيد حلم مشروع ليا والناس كتيره جدا طبعا. ده من ضمن اهدافي، اتمنى ان يبقى في القريب العاجل، لكن حاليا طبعا بركز زي ما بقول لك يمكن الحمد لله مؤخرا في اكتر من عرض في الممتاز به، بس لسه بنشوف موضوع دوري المحترفين هيتعمل ولا لا، ان شاء الله نختار افضل حاجه فيهم ويا رب كده يكون ليا دور ونقدر نساعد النادي الاهلي في اي حاجه وفي اي موقع، يعني ده طبيعي جدا يعني. ان شاء الله واحنا بنتمنى كل التوفيق يا كابتن احمد، والحلقه الجايه بقى نستضيفك وانت مدير فني كبير ومتالق في الدوري الممتاز كمان وبتحقق يعني بطولات وانجازات باذن الله. ان شاء الله يا كابتن اسامه موفق دايما وان شاء الله نشوفك على خير دايما باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيف الكابتن احمد صديق نجم الاهلي السابق، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي والاهلي دايما رقم واحد.